معانا الاستاذ عبد الجابر سيد غانم مأذون قريه المحروسه بقنا. اهلا بيك مولانا. اهلا وسهلا، مرحبا يا سعاده الباشا، واهلا بقى جينا كلهم. ربنا يخليك ويبارك فيك يا سيدي. كنت عايز تقول لنا حاجه على موضوع التصادق. استاذ عبد الجابر، ايوه يا فندم، كنت عايز تقول لنا حاجه على موضوع التصادق. هل انت عندك دفتر اسمه دفتر التصادق؟ قديم قديم، مش حديث، بس تحدث منفصل، والأسفل وثيقة الزواج. لا يعني تعالى يمين او شمال، لانه في مشكلة في الاتصال. ايوه سامعك كويس يا فندم، اتفضل. التصادق موجود يعني حاليا، ليه دفتر تصادق مستقل. طيب زي ما انا قريت فعلا. والزواج له دفتر تصادق مستقل، ما قبل استقلاله كان يعني وثيقه الزواج، والناحيه الثانيه تصادق على الزوجيه. طب ايه ميزه ده يعني؟ ما هو اي اتنين ما يجوا يتجوزوا عندك في الدفتر الاولاني، الدفتر الثاني ده بتاع ايه؟ يعني ان هم تزوجوا بدون ما يتعاملوا مع المأذون فترة زمنية بيجي بيثبتها صحة، يعني صحة زواج. تصادق على زوجية قائمة. فبيجوا الزواج العرفي بتاعهم يتحول لزواج رسمي. يوثق توثيق ويسجل على الكمبيوتر ويمشي كعقد زواج. يعني كأنهم متجوزين النهاردة مع وضع التاريخ السابق للزواج. يعني هم يعني كان عرفي حتى ليهم 5 سنين بكتب من تاريخ كذا، قيام الزوجية الصحيحة بينهما من تاريخ كذا. طيب يعني وانت بتعتمد اي ورقة جاية لك من اتنين كاتبين ان هم اتجوزوا يوم كذا وحاجات كده وخلاص؟ لا بدا يعني احيانا بيبقى معاهم اولاد ومعاهم شهايد ميلاد في التواريخ. ومن اللحظه ديت بيتحول الزواج العرفي لزواج رسمي. الى زواج رسمي رسمي يعني. فعشان كده النهارده الارقام بتاعه ال 139,000 دول، دي معناها انها ناس كانت مسجله عرفيا وبعدين بقت رسميا. لا انا دلوقتي حتى يعني المتزوج فعليا، ولو في ابن عايز يروح يثبته لابد من وثيقه الزواج. هذا يضطر هو يوثق الزواج العرفي علشان يثبت المولود في شهاده الميلاد. طب ودي برضو اللي بتتسجل عندك دي بتتسجل عادي بقى زي اي زواج في الاحوال المدنيه وفي الشهر العقاري وكل الاشياء؟ ما فيش فرق بين ما بين اي يعني ما فيش فرق بينها وبين عقد الزواج الا في الصفه اسمها وثيقه على الزواج. ولذلك عشان كده في ارقام كبيره من الناس اللي هي كان زواجها معمول عرفي بيتحول سنويا اللي هو زي من 17 ل 20% الى زواج رسمي. صح؟ صح. شكرا ليك يا فندم. كده انا فهمت.